هذا سائل يقول: ما المقصود بالرهبانية التي ابتدعها النصارى؟ الرهبانية الرهبانية الزيادة في التعبد وترك الدنيا، ترك الدنيا والتفرغ للعبادة في الصوامع، تركوا الدنيا وخلوا في الصوامع للعبادة بزعمهم. ما أمرهم الله بهذا، الله ما أمرهم بهذا، شقوا على أنفسهم، ولهذا قال: فما رعوها حق رعايتها، عجزوا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.